هذا الكلام مثل ما يعني مثل ما سمعناه اليوم هو متكرر، يعني كل رمضان كل قبل دخلة رمضان يتكرر نفس الكلام نفس السيناريو. الجهات هي وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية، نفس المشاكل نفس الحلول اللي نعطيهم إياها ونفس الاقتراحات، لكن ما في أي مبادرات بالتغيير. يعني إحنا لما نقول نتكلم عن أسعار اللحوم ولا أسعار المواد الغذائية، أسعار المواد الغذائية وزارة التجارة تجدد وتقول إن ما في شيء مرتفع، لكن إحنا ننصدم من اتحاد الجمعيات وفي الجمعيات إن لحد الآن قاعد تصدر كتب لزيادة الأسعار. إنزين، خلينا نقول إن الكتب وقفت قبل رمضان، لكن الأشهر اللي قبل رمضان كان في كتب قاعد تيجي لزيادة الأسعار، يعني إن التاجر يقدر بعض التجار يرفعون الأسعار من بعد رمضان. عملية مرتفعة شهريا ولا كل 6 أشهر ولا 4 أشهر، إذا وصل عند رمضان وقف خلاص ما يقدر يرفع، لأنه أوردي كان رافع السعر من قبل. هذا إحنا كنا نتكلم على الأسعار. نعم. غير دليل اللي هو تقرير النيابة التجارية في 2014 كان في مخالفة واحدة لرفع الأسعار فقط، وكانت للعلم كانت أتوقع على صمونة بيض. يعني فإحنا لما نتكلم بجدية راح نقول لك إن صراحة يعني سالفة الأسعار وما في رفع أسعار وأنهم مراقبين هذه محولي فيها إن هذه غير صحيحة. أما بخصوص اللحوم، إحنا كلنا تدري إن اللحوم هي في شركتين تقريبا في الكويت، أو شركة واحدة هي مسيطرة على السوق. اللحوم إحنا نقدر نأخذها من تقولك من الجزار. الجزار المفروض البلدية تبلش تحط يعني تحط نفس توعية. يعني أنت في مرات. طيب أستاذ محمد، يعني أين ترى مواطن الخلل فيما يتكرر كل عام كما تفضلت بالنسبة للأسعار؟ وهل ترى أن وزارة التجارة وحدها يمكنها مجابة تلك الأزمة؟ لا، لازم شوف، لازم أن وزارة التجارة تعلم تقول يا يعني وين التوعية. أنت قول لي الحين أنت عارف التوعية، وين التوعية؟ التوعية مو قاعد تسمع على التلفزيونات، ما في يعني ما في فيديوهات توعوية أن يا مستهلك إذا مثلاً شفت السعر السلعة الفلانية ارتفع عندك وعندك مثلاً فاتورة وعندك إثبات إن سعرها كان أقل من كذي، تقدم عندنا في المكان الفلاني، تعال قدم الشكوى وإن شاء الله راح يكون 1-2-3. المشكلة المستهلكين ما هم عارفين وين يشتكون بالضبط، ما في أي فيديوهات توعوية. إحنا نبي نقول دائماً نطالب وزارة التجارة، وزارة التجارة خلي في أي فيديوهات توعوية، خلي الناس تستوعب، خلي الناس تشوف. بالحديث يعني عن المستهلكين أستاذ محمد، تحدثت عن المستهلكين، ما هي استعداداتكم أنتم لمواجهة أي أزمة في الأسعار خلال شهر رمضان، وكيف تتواصلون مع المستهلكين؟ إحنا دائما في حسابنا، إحنا نشطين في حسابنا في تويتر، إحنا دائما إذا كان في يعني مثلا إذا كان في سعر إحنا نرفض. إحنا دائما نروح الجمعيات قبل رمضان نرفض الأسعار، عندنا الأسعار من رمضان اللي قبله ورمضان اللي قبله. حاليا احنا ما رفضنا اي اسعار مرتفعه، يعني اشياء قليله لكن تم رفعها مو في رمضان، قبل رمضان. يعني تلقى يقول لك زياده والله انا ما شفتها الحين، تلقى زايدها قبل 4 أشهر ولا 5 أشهر، عرفت؟ فاحنا المشكله ان وزاره التجاره تقول لك ما في زياده الاسعار، لكن في كتب توصل للجمعيات في موافقه من لجنه الاسعار. اذا هذه الكتب موافق عليها هذه شلون ما تكون كتب بزياده الاسعار؟ فزياده الاسعار هي موجوده. هي موجوده يعني لحد الان. نعم. هي موجوده، لا تقول وزاره التجاره تقول ما في زياده اسعار، لا في زياده اسعار. نعم، الأستاذ محمد العلي عضو الجمعية المدنية لحماية المستهلك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.